في الدولة التونسية، فما ليس تبتز في البلاد في تونس، تبتز فيها بشخصه على ما واقف على ما يا حاتم. الخوف أنه التخفي وراء هذا المنطق القانونجي، يعني يجا نستناو القضاء حتى يقول كلمته والمتهم بريء حتى تثبت إدانته وكل حكاية ذوكم من الكل. التخفي هذا وراء الموقف القانونجي يعني هروب من اتخاذ موقف سياسي. علاش؟ لأنه في السياسة الوضع مختلف فرانا، الوضع هو وضع يستوجب من كل رجل سياسة أنه يكون كلين نظيف، أنه فماش شبهات حوله، أنه يعطي المثل لو ديفوار ديكزومبلاريتي. وبالتالي وشفناها في تونس وفي غير تونس الأمور تمشي هكا، أنه المسؤول السياسي الصحيح اللي يحب يخدم البلاد بالحق وقت اللي تكثر عليه الكلام تكثر عليه الضغوطات يقول أنا راني باش نوقف حتى لين تتوضح الأمور. ثم حاجتين يا روى صوفيا، أنا متفق معك، ثم حاجتين مختلفين. احنا الناس الكل متفقين على انه في حال وجود تضارب مع صالح، هذا حتى المؤتمر الحكومه يقول ان اذا كان ثبت تضارب الصحافه فالتقي. ثم ناس تصير لهم شبهات في الحياه نتاعهم قبل في زمن انتخابي، كما صار لدومينيك شتروكان، كما صار صوفيا اللي وقع الحكم عليه مؤخرا البارح ولا وقت البارح. وقت البارح هذوكم غالبا غالبا يقع الضغط عليهم الاشخاص هذوكم انهم ما يخشوا مسار الانتخابي وما يترشحوش ينسحبوا من الانتخابات، كما حصل في بعض العديد من الدول. المسألة الثانية وقت يتعلق وهات بانسان اون اكزرسيس اون فونكسيون عنده مهامه وقتها في الوقت هذاك في سكاندناف يبادروا في اي مشكله حتى صغيره يبادروا بالاستقاله المسؤولين اون فونكسيون. الاستقاله تورا متاحه لرئيس الحكومه ان يستقيل. ايوه باش يقول انا نتنحى على المنصب نتاعي الى حين انه الجهات القضائيه والرقابيه في تونس تجي وتعطي هي النتيجه نتاعها. هذا موقف ممكن لرئيس الحكومه باش يقوم بالعمل نتاعو. ثم موقف اخر ممكن اذا كان الحلف الحكومي اللي موجود حاليا معناها ينجم يسحب الثقه من رئيس الحكومه وعنده الاليات الدستوريه في حال سحب الثقه انه يعين شخصيه اخرى لرئاسه الحكومه. التفصيل الصغير اللي يهم رئيس الحكومه انه استقاله رئيس الحكومه تعني استقاله الحكومه برمتها، مش صحيح اذا كان يستقيل رئيس الحكومه نجيب واحد اخر ونوصل الحكومه. لا مش ممكن. ايوه دونك توا احنا في تونس السيناريوهات كل مفتوحه، يا اما اذا كان هو يعتبر انه درءا للشبهات يحب يستقيل الى حين انه يثبت القضاء براءته والا ادانته، ممكن مجلس النواب الشعب سحب الثقه. احنا شو اللي قلقنا؟ يقلقنا انه الناس الاليات القانونيه والدستوريه الكل ما حاجتش بها، ولكن حاجتها بحاجات اخرى. واضح. سي حاتم؟ شكرا. وين؟ يعطيك الصحه حاتم المليكي رئيس الكتله الوطنيه. احنا الموضوع باش نطرقوا له بكل التفاصيل باش نفهموا، اليوم نحبوا نفهموا بالورقه والستيلو سفيان، اش معناها؟